يونس السلام عليكم مشجعي قناة شوف تي في مباشر معكم من مدينة الخميسات حي السعادة دوار حفور كما كنلاحظوا السكينة عندهم يعني ديور صفيح ولكن كيتحسب الملك الخاص جينا اليوم عندهم باش ناخذوا عندهم تصاريح ونعرفوا المعاناة ديالهم ما خصك يتسنى حتى شي واحد القانون تيعطي الحق لاي واحد ياخذ البقعه ديالك انت عندك الارض ديالك عندك الملك ديالك لا ما عندكش حتى واحد يقول لك ما كتسكنش باش من القانون هذا راه ملك خاص الناس هادو راه جايين راه مع باين راه كيدوز الحمد لله هاد الامور هادو راه صافي عطيني اخضر هي الفوق كاميرا تفضل عاودني المشكل اللي عندكم خويا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنشكركم اخويا كنشكروا هذه القناه ديال شوف تي في على هذه البادره هذه وهذه الاستضافه اللي دارت الله يجزيهم بخير وهم مشكورين اخويا بالنسبه اخويا لهذه الساكنه هذه ديال حي السعاده والعنصر قلال واحفور المعطي يعني هاد اللي داخلين في هذا البرنامج الاستعجالي ديال صاحب الجلاله نصر الله ديال اعاده الهيكله وما يسمى بمحاربه دور الصفيح هاد الناس هادو يعني حنا كنا فرحانين هذه سنوات وحنا كننتظروا هذا المشروع هذا فارغ الصبر لانه تطرح في 2008 وفي 2010 2013 خرج ورجع ولا عاوتاني خرج في 2015 وتصدق عليه في 2016 وكاين اللي هدم 60% ديال الساكنه هدموا البراريك ديالهم وخرجوا باش يتنفذ باش يدوز هذا المشروع على شكل على ما يرام على احسن ما يرام وبقات واحد النسبه اللي بقات ديال 50% ولا 40% راه جاو هدموا ليهم بالقوه وخرجوهم مشاو كرا وكاين اللي كاري في كراجات وكاين اللي كاري في محلات دابا الكرا راه طلع بواحد النسبه ديال 50% باش تزاد الكرا والان الناس كتعاني في الكرا دابا تقريبا يعني هما راه في 2020 كيقول في 2022 خصو يكون المشروع جاهز الان مازال ما كاين حتى شي حاجه كنتفاجئوا ب 15000 درهم و 20000 درهم من البقعه الفارغه خصو يخلصها زائد التبعات وبعض التسالم ديال الاحياء اللي سبقتنا واحد جوج ديال المجال السكني هذوك راه تلونصب بوحدو وغيخلصوا واحد القدر ديال المال اللي هو قل من هذا القدر اللي تفرض على هذا الساكن هذا ما عرفناش اخويا هذا المال اللي فرضوا على هاد الناس هاد 15000 درهم وهاد 20000 درهم ما عرفناهاش منين نزلت علينا بحال الصاعقه على هاد الناس لان هاد الناس عندهم القوت اليومي ديالهم بطبيعه الحال كاين عايش اللي عايش 50 سنه و 60 سنه هنا في هاد البرارك حتى شي واحد ما كيحب يعيش في هاد البيئه هادي وفي هاد البراكه في هاد البراكه ولكن الظروف فرضت عليه انه يعيش هنايا فجاو هاد الناس هي هذا مشروع ملكي حنا فرحنا ليه وبغينا هاد الحي يكون نموذجي ويكون حي يعني داخل المجال الحضاري وبشكل زوين ويكونوا فيه مرافق ولكن بالحق في السكن الان كنتفاجئوا ان 60% ولا 50% ما غتستافدش هما خرجوا بقرار كيقول لك اللي دازت فيه الطرقات يعني الشوارع 20 وال 25 يمشي يدعي البلديه يدير دعوه على المجلس الجماعه باش يتعوض هذا راه في الاجتماع مع السيد الباشا وفي الاجتماعات اللي درنا معاهم في العماله اما الجمعيات راه في خبر كان في سبات عامق كيخدموا في الكواليس الا من رحم الله كيخدموا في الكواليس وما كيجيوش يجتمعوا مع الساكنه انتم كتشوفوا دائما الساكنه كتجتمع هنا الغياب التام ديال الجمعيات لان كينفذوا الاوامر ديال السلطات اللي تواطؤوا مع بعض اللوبي ديال العقار ما عرفناش من المصالح اللي كيخدموا هاد الناس انما راه منزلين ملاعب القربه هما هنايا ومنزلين مدارس خاصه وحمامات ومنزلين نادي النسوي ومنزلين يعني الساحات كاين 36 جرده سمعوا المغاربه 36 مساحه خضراء في جوج الاحياء اللي هي 7 الهكتارات يعني شحال كاين من هكتار هنايا تكون واحد الماكسيمو 70 هكتار بالتوتال 120 هكتار 120 في المشروع كامل 140 في المشروع كامل 146 في المشروع حتى الاحياء ديال لاله رحمه ومحمد وموسى وضيتنزه حنا كنهضروا غير حفور المعطي وحي السعاده فيها 79 هكتار من الزين فيها 76 36 مساحه خضراء ديال 3000 متر 2000 متر ويعني وطلع لفوق وزيد عليها المرافق زيد عليها المدارس خاصه محطوطه على الاملاك ديال الناس
قلنا لهم هاد الناس هاد المرافق راه محطوطه على الملك ديالنا، شكون مولاها؟ حنا ما بغيناهاش، ما عندناش ملكها، كاين الاكتضاض. وبالمقابل تيقول لك الناس ما كاينش الوعاء ما كافيش، غيمشيو يديروا دعوه بالمزيج الجماعي. هذا راه منكر وكنستنكروا، هاد السكينه كتستنكر. البارح كانت وقفه امام العماله وللاسف ما كنتوش معنا باش تستضفونا، كانت وقفه امام العماله، وراه السكينه دائما كدير وقفات وكتحتج وكتستنكر هاد الامور هذه. المهم كيطالبوا هاد الناس باش يتعفوا من هاد المبالغ اللي تفرضت عليهم ويتعطى لهم الحق في السكن، ما يتستناوش الاراضي الفارغه، راه خلاهم في شكل مبهم، ما هضروش عليهم. يلا خارجين الناس التنسيقيه ديال الجمعيات تيقولوا للناس اللي جاو فيهم الطرقات يمشيو يديروا دعوه، وراه كاين بعض الجمعيات الان تيجمعوهم في لوائح ويقول لهم سيروا شدوا محامي باش ديروا دعوه على المجلس الجماعي. كيف يعقل؟ واش هذه نزع الملكيه للمصلحه العامه؟ هذا راه مشروع ملكي، هذا راه اللي داخل في ليميت ديال الجمعيه ديال اعاده الهيكله خصو يستافد، بتكون تحقق العداله العقاريه. ماشي واحد عنده 150 160 متر نقول له هكاك البقاع ديال 64 متر، الان راه كاين البقاع ديال 60 و62 و64 و65، 6 متر في الواجهه. هذا هو البلان اللي داروا لنا خويا هنا، وهذا الشيء اللي كنستنكر الساكنه، وما بغينا حتى شي واحد يضيع. كنطالبوا بالحق في السكن اللي هو حق مشروع، وكنتمناو ان الجهات المعنيه تفتح تحقيق، وكنطالبوا من سيدنا نصره الله. كنطالبوا باش يتفتح تحقيق في هذا الشيء اللي كاينه خروقات، وهذا المشروع تنزل المنطقه تنزل بشكل عشوائي. نعم المنطقه هذه حي احفر المعطي بما فيها زهانه وكعبوشه، يعني كاين اجزاء، وكاين حي السعاده العنصر وقلال، الان هما اللي ناقدين الساكنه كيهضروا. كاين احياء اخرين الناس مساكن راهم في سبات عميق، راهم غادي ينزلوا لهم قيصريه فوق البرارك، حتى هما نازله فوق البرارك قيصريه دات 11 البراكه ديال 100 120 في المساحات ديالهم. المهم هادشي اللي كان الاخوان، اللي عنده شي اضافه الله يجزيك خير. شي واحد يضيف شي مرا ولا شي حاجه؟ السلام عليكم، كنشكركم اخويا على خويا. راه كاين الخلل راه بدا من البدايه، كاين هاد الناس هادو نهار الوجو تيهدموا لينا، تنقول لهم راه كاين واحد الدعم لهاد الساكنه، تيقول لنا راه ما كاينش الدعم. تنقول لهم لا راه كاين الدعم، لا راه هما قال لك راه هذاك الدعم راه هما صافي. قال لهم اخويا الدعم هذا راه هو باش غيدوزوا لكم القواس وغيدوزوا لكم الماء وغيدوزوا لكم كلشي. واحد شويه بعد ما هدموا لينا قال لك لا راه غتخلص واحد 15000 درهم وواحد 20000 درهم. هذا بالنسبه للناس اللي ساكنه 15000 درهم، واللي عندها بقعه خاويه 20000 درهم. شويه كان راه شويه كينزلوا لنا البلان، تنشوفوا المناطق الخضراء والتيرانات والمرافق العموميه حاطينها في ارض الملاكه. هذه راه ماشي ارض الجمعه ولا ارض السلاليه، هذه راه الارض ديال مواليها، وكاين اللي عندهم محافظه هنايا حاطين المرافق العموميه. كنشوفوا المرافق ديال من؟ راه جلسنا معاهم درنا اجتماعيات، راه درنا اجتماعات، راه تنقول لهم راه المرافق ديال من؟ تيقولوا لنا راه هادو راه ديال الجمعيه، لا ديال هذا، راه ديال هذا. راه كاين غموض، ما بغاوش يبينوا لنا المرافق ديال من. راه جينا للمتراج راه عطينا 64 متر، قلنا لهم واش 64 اللي كاينه؟ قال لك 64 اللي كاينه. شويه كنتفاجئوا بانه الطريق 20 راه ديال 25 ما غيستافدش، غيمشي غيدعي البلديه هي اللي غادي تعوضه. انت كتسنى واحد البقعه هنا واحد 15 عام ولا 20 عام باش غتستافد، واحد شويه راه واحد الشويه راه كيقولوا لك راه غتمشي تدعي البلديه منك ليها. هذا ماشي حق، راه ملي جا المشروع الملكي راه جا كلشي، جا المول البراكه راه مول البقعه، كلشي خصو يستافد، راه حتى واحد ما خصو يتحرم من السكن. شكرا. بالنسبه راه بالنسبه لدوك المشاريع اللي نزلوا لنا هنا، راه بالنسبه لدوك المرافق العموميه راه اللي حطوا لنا هنا، راه دوك المساحات الخضراء راه كانوا في المدينه، راه ردوهم عمارات، ردوهم عمارات اقتصاديه كيبيعوهم، داروا فيهم بنايات باعوهم، وعندنا الدليل على ذلك. هنايا دابا هنا ملي لقاو الارض فارغه قالوا راه نحطوا لهم حتى هما هنا، دوز واحد 5 سنين ولا واحد 10 سنين غيديروا فيهم حتى هما عمارات اقتصاديه يبيعوا ويشروا كيما بغاو. حنا خويا كنطالبوا بمحاسبه، بغينا هاد الناس وهاد لوبي العقار وهاد مافيا العقار اللي عندها اللي عندها اللي في هاد الشيء تجي شي محاسبه كبيره. شكرا. دوزنا شي مرا شي مرا. السلام عليكم، كنشكركم على هاد الحضور اللي درتو معنا، الله يكثر خيركم. عي الصوت ديالك خديجه شويه. كنشكركم على هاد الحضور اللي درتو معنا، الله يكثر خيركم. حنا خويا راه ضيعونا، حنايا جا عندنا العامل وجا عندنا القايد وقال لنا غير هدموا، حنا ما عندناش فين غنمشيو، كاينه المراه هنا اللي مطلقه بولادها، وكاين الراجل اللي كيمشي كيخدم ما كيجي حتى 6 د العشيه كيجي ب 70 درهم، كيجي البركه ديالو واخا كتقطر. حنا راضيين بهذا الشيء، حنا ما بغيناش هاد البراك هادو، بغينا زعما نتقدموا، وليني ملي قالوا لنا هدموا النصف درهم ما غتعطيوهاش، زيرو درهم ما كاينش، كلشي ملكي، كلشي يجي من الملك، كلشي غيستافد. فاش هدموا لينا شردونا، جاو لعندنا كيقول لك تخلصي مليون ونص،
بحال انا ما قارياش، ما عمر حتى الجمع ما دخلت ليه، مي غنجيب هاد مليون ونص. راجلي لا ليسونس في القانون ما خدامش، انا وياه مفارقين 3 سنين هادي كنعيش ثلاثه البنات والساكنه هنايا كامله، راه ما كاينش شي واحد اللي ما مضروش في هاد الساكنه، كلشي مضرور. يعني يكون عندنا راه ما غنجلسوش في هاد البلاك هادو. المخير هنايا راه ما عندوش، المخير كيخدم غير بالتغرد ديالو كيضرب البالا على كتافو. وسميتو سعاده العامل فاش مشينا عنده قال لك الا ما رضيتيش كانوا داير 50 واحد فوق واحد، قال لك الا ما بغيتيش بيعي لهذاك اللي غيسكن فوق منك وسيري للعروبيه. بناتي اللي كنقري فين غادي نديهم؟ ولد هذا فين غيديه؟ ولد هذا فين غادي يديه؟ في الاخر كيقول لك ديك 3 المليون اللي خارجه للبراكه ما استفدنا منها حتى حاجه. هذاك الشيء ديال الملك ديال سيدنا الله ينصرو عطانا باش يحيدوا هذا الحيل الهيماجي، وفي الاخر ما جدينا حتى حاجه. كيقول لك زيرو درهم في الاخر فاش جاوا هنايا كيقول لك هدموا. دابا غنعطينا مليون ونص، مي غنعطيها هذا ملي غيعطي مليون ونص، هذا ملي غيعطي مليون ونص ما عندناش، وخرجت 12 مليار 32 مليار بقات منها 12 مليار. فين هما هاد الفلوس؟ فين هما؟ حنا راه ضعنا، حنا راه ضايعين. لمدوا الاخرين كلشي استفد، غير كاريين، غير كاريين واستفدوا. حنا الملك ديالنا، الملك راه ديالنا ماشي ديال المخزن ولا ديال شي واحد اخر. كاين المخير انا كيقول لك لا راه البلاد ديال المخزن وكندابزو عليها، ماشي ديال المخزن، ديالنا كلشي هنايا عنده الاوراق ديالو، ما كاينش ديال المخزن. راه بنادم كتموت على ولادو ولا على بلادو. و سميتو الطرقان قال لي كاين ديال 10 متر كيديروا هنا غير الطرقان صغار، ما كاينش الطرقان الكبار. وجوج حومات كاين فيهم 5 جرادي والملعب القرب تتسكن بعدا بناتي وبنات هذا وبنات هذا، عاد دير الجرده فين يسكنوا فين يلعبوا، سكنهم عاد يجيبوا يلعبوا في الجرده. واش واحد مشرد غادي يلعب في الجرده؟ ما يمكنش. واش واحد ما عنده باش فين يسكن؟ ما عنده دابا باش يخلص الكرا، انا راه شهرين ديال الكرا كيتسالني شهرين، ومولا الدار كتقول لي خرجي ليا. مولا الدار شكون هي؟ اختي، ماشي شي واحد براني، اختي قالت لي خرجي ليا من الدار. وين غرد ولادي انا فين؟ هذا ما لقاش باش يخلص الكرا، هذا ما لقاش باش يخلص الكرا، هو مورا كيخدم حتى العشيه وكيجي كيجيب الولاد والو، واش يخلص الكرا ولا يخلص الدار؟ اي كان ملك شكون اللي بغى يهضر؟ شكون اللي بغى يهضر؟ يلاه هضر اخويا، شكون اللي بغى يهضر؟ فاطمه اجي يا حكيمه، فين يا حكيمه؟ اجي فاطمه، اجي عاود لنا شنو كاين؟ خلط معليش معليش معليش، عطيه حكيمه. اوكي تفضلي تفضلي. السلام عليكم، كنشكركم على هذا المجال اللي جيتو عندنا. ارفعي صوتك شويه. كنشكركم على هذا المجال اللي جيتو عندنا. واش نقول لك الاخوان راه عاودوا لكم. درجي درجي هذا الشيء. هاد الناس هاد الساكنه مضروره بزاف. النهار الاول كما قالت الاخت خديجه، النهار الاول قالوا لنا غتخرجوا، يعني راه المشروع بزيرو درهم. واحد شويه كانت تفاجئوا بمليون ونص وجوج مليون. كيف يعقل ان الانسان العيالات خدامين في جيري، الشباب عندنا ضايع وغادي نخلصوا حنايا مليون ونص وجوج المليون؟ منين غيجيبوا الناس هذا الشيء؟ الدراري حاليا كيديروا كروسات ديسير ولا شي حاجه جراو عليهم. عندو اللي داير غير شي عشام جري عليه، فين كيصيفطوا الناس؟ واش كيصيفطوا للشفره؟ مكترين لينا المرافق العموميه، مكترين لينا الحمام. واش الحمام كيدار في الملك الخاص؟ واش المدرسة كدار في الملك الخاص؟ مدرسة خاصة، مدرسة مدرسة خاصة، واش كدار في الملك الخاص؟ جايبين لنا الجرادي على الشارع، واش هادوك جرادي؟ هادوك كلهم عمارات راه باينة. 25 متر، في الشارع ديال 20، واش واش الجردة كدار في الشارع؟ وهذا في حي سكني اللي هو فيه البراك، نعم. هادشي ماشي معقول، هادشي صراحة غنقولوها النيشان، الشفرة النيشان. والاعتقالات عاد من الفوق. أنا السيدة كانت تعتقلوني، هضرت على حقي وتعتقلت 3 أيام بالجوع وسمحت في ولادي، ولادي غير الجيران ومرت خويا اللي شداهم، مرت خويا حتى هي عندها 50 متر. واعتقلوني وقالوا لي نهار غتعاودي، قالوا لي نهار غتعاودي، انا راسي عريان، قالوا لي نهار غتعاودي غادي نديوك للحبس على رزقي غير يديوني. شتي علاش الشبر في البلاد ديالي؟ غير يديوني، الا بغاو يعتقلوني غير يعتقلوني، حيت انا ما عنديش فين غادي نرد براسي. واعتقلونا حنا التسعه معانا 7 ديال الرجال و4 ديال و3 ديال العيالات، وشكرا. خذي لي زيمار داكشي.
لا هذا واحد يكمل ولكن شوف غير قطعه كنعاودو فهمتي ايوا داكشي اللي تقال ما تعاوديش انت غادي تكون داكشي اللي تقال خصك تقول شي حاجه دوز اخر مولود فين تهضر مولود واش انت اخويا هضر لعمي مشو داك قرار الازاله اراه ليا ارا واحد الخطره الله يجازيك بخير نوريك واحد الورقه انا كامولي نوريك عطاك واحد راه كافي انك تقولي غير شنو كاين القرار وصافي لان كل شيء فتلات فتلات خدينا بزاف واخا يلاه هضرت لا انا بغيت القرار تتوريه حتى انت ماشي مشكل صافي جبد انت القرار وصافي اش اخويا هضرت على واحد القرار خرجوا لي هذه الازاله ماشي قرار بنادم حنا بغينا قرار بنادم وعطينا قرار الازاله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم اولا كنشكر هاد الحاجه اللي جات لعندنا كنشكر هاد الناس اللي رحبوا بينا وجاو لعندنا كان هنا خلنا نتغوت ماشي الموضوع ان احنا ما بغينا ماشي ما بغيناش هاد الشيء ماشي بدي فكره ان الفكره انهم داروا معنا النهار الاول يهدموا لينا ولكن اللي غيدوز كلشي فابور منين هدموا لينا ولا كيتلعبوا بينا لو تعطيو مليون ونص جوج د المليون في الاراضي الفارغه غادي نديروا لكم الجرادي حنا ما عندنا ما نديروا في الجرادي البريفي ما عندنا ما نديروا به هذيك مصلحه عام خاصه الا بغاو يديروا مدرسه ولا سبيطار حنا ما كندوزوش ما بين السبيطار والمدرسه يديروا اللي بغاو غير يعني ما يكثروا لناش حنا من سميتو من الاراضي الفارغه ويديروا لنا النافورات حنا ماشي بلداك الشيء حنا عندنا غير بلادنا عندنا بلادنا كاين اللي عنده 80 كاين اللي عنده 70 كاين اللي عنده 110 كاين اللي عنده 120 العام نهار الاول جا عندنا في عز كورونا قال لك غتهدموا هذه بديره زوينه غادي نديروا لكم ونفعلوا لكم ونتركوا لكم نهار هدم لينا قلب علينا الوجه ولينا كنمشيو تعتقلوا الناس شدوا الاخ حميد راه محكوم بشهرين داروا غير اللي بغاو فربكوا داك الشيء اللي داروا العامل هو والباشا والعصابه ديالو الناس المنتخبون مافيا العقار هما اللي خلوه غادي يخليو ديك الاراضي الفارغه حتى ريتما ان يسكتونا ويديروا ما بغاو باش غادي يجيو عادي يديروا فيهم المشاريع والاراضي اللي خدوه هما راه ما كايناش عند الناس خدوا اراضي على الشارع باش غادي يديروا فيهم اللي بغاو عمارات غادي يديروا عمارات ضروري غادي يكونوا عمارات ما نعاودوش نفس الكلام قول لي الاضافه اللي غتضيف الاضافه اللي غنضيف واحد نفس الكلام كيتعاود خويا السلام عليكم بالنسبه للمطالب ديال السكينه راه حنا ذكرناهم كيطلبوا باعاده التصميم يتعاد النظر يتحيدوا دوك المرافق الخاصه ويعطيوا الحق في السكن للناس هذا مطلب اساسي خصو اعاده النظر كتبنا طلب الوكاله الحضريه ورفضوه لنا ردوا لنا قال لك داك البلان خرج بالاتفاقيه مع الجمعيات اللي عطيتهم نتوما الوراق ديالكم ورحنا وقعنا وما يمكنش تغير شي حاجه هذوك مرافق خاصه خصهم يتعاد فيهم النظر وتعطى الحق في السكن للناس اما باش تقصي 60% ديال الساكنه وتخلي بحال دوك المرافق يعني تدي واحد الاراضي هذوك راه تيبانو في الاخير كيرجعوا عمارات حنا راه هذا الشيء خمسات ما كاين حتى شي مرفق ها هو تجزئه جديده ديال ايت مزال معروفه ما فيها حتى جرده فيها البقع ديال 120 و 140 علاش حيت هذيك ديال اللوبي ديال العقار ما قدروش عليها هذيك ديالهم اما هذه ديال الحي سكني اللي بالمفروض انه يتعطى السكن لاي واحد حتى واحد ما خصو يضيع اللي حاطين هذه المرافق هذا المطلب الاول المطلب الثاني اعفاء الناس من هذه المبالغ الوهميه اللي ما عندها حتى شي وثيقه قانونيه هذا راه مشروع ملكي استفاده يجب ان تكون بصفر درهم هاد الناس هادو ما يفرضوش عليهم شي حاجه زائد الطوبوغراف والمهندس 48000 ريال يعني ويمشي يخلص بروش مود الماء والضو ويخلص البلان ويخلص الرخصه غتولي له في 4 المليون ولا 3 المليون وبالنسبه لهذه اللي كتقول لك الاخت ديال قرار الازاله هذا راه ما يسمى بالتحايل قرار الازاله هذا قرار الهدم ديري ليه قرار الازاله هذا عنده ملك خاص ديالو ملكيه وكيشدوا جوج الناس هاو ما عندهم جوج بقع داروهم بجوج احمد بن الحاج وحسناء خراز هما مكتوبين تما كما كتشوفوا هادو راه مدموجين تيقولك الادماج ما بقاش ها الادماج مازال كيديروه الجمعيات اللي متواطئين مع اللوبي ديال العقار وتنشكركم السلام عليكم ورحمه الله شكركم اخويا مره اخرى